إنا لله وإنا إليه راجعون. بتوجيه من السيدة الوزير وقيادات الوزارة أخمنا اليوم مجلس فاتحة لروح الراحل الكبير الأستاذ عبد الكريم الأنصاري الوزير الأسبق لوزارة البلديات والأشغال العامة. طبعا المصاب جلل وكذلك الحب، نحن نحس بهذا الفراغ خاصة قد عاش بين ظهرانينا في الوزارة أكثر من سنة، ونحمل ذكريات طيبة عنه وكذلك بقية الموظفين. فرحمه الله وتغمده في فسيح جناته، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا مريم سنبقى على النهج وسنسير على ما سرت عليه في الطريق ذات الشوكة ولخدمة العراقيين وبنائه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. اليوم أقمنا مأتم للسيد الوزير الأسبق الأستاذ عبد الكريم الأنصاري بتوجيه من السيد الوزير، وحضره المدراء العامون وكادر الوزارة وشخصيات وطنية من خارج الوزارة، جاءت معزية بفقد هذا الرجل الكبير الذي أعطى حياته للعراق من الجهاد ومقارنة النظام السابق، إضافة إلى عمله في الميدان في الوزارة. رغم أنه فترة استزاره كانت قليلة، إلا أنه أضاف بسمة في العمل الإداري، وكان نتائج عمله واضحة في المتابعات وارتقاء بواقع عمل الوزارة في تنفيذ المشاريع وفي وضع خطط استراتيجية مستقبلية لعمل القطاعات البنى التحتية في الماء والمجاري والبلديات، وأضاف نوعية حقيقة إلى طبيعة العمل في الوزارة وتقديم الخدمات. وبفقده فقدنا قامة كبيرة في الجهاد والعمل السياسي وفي العمل الإداري كوزارة، وعزائنا في ذلك أنه ذهب شهيدا إلى الله تعالى في حامل معه كل أرثه السابق من الجهاد والعمل دوب والإخلاص للوطن، وحامل معه أيضا محبة الناس التي ترحمت له وأشارت بالأسى الكبير، ورجت الله تعالى بأن يتغمده برحمة الواسعة وأنه يعوضه ويسكنه فسيح الجنات. فنعزي أنفسنا وكادر الوزارة بالجميع والمحبي السيد الوزير الأسبق، تأمن الله برحمة الواسعة.